إلى الشمال من مدينة الموصل وعلى بعد 10 كيلومترات في منطقة خرسباد الأثرية، أعلنت البعثة الفرنسية للتنقيبات عن اكتشاف ثور مجنح آشوري في الموقع. وقالت البعثة أن هذا الثور موضوع في باب القصر الآشوري للملك سرجون الثاني. تم الإعلان الآن في موقع خرسباد الأثري عن اكتشاف الثور المجنح الذي عود للفترة الآشورية الحديثة للملك سرجون الثاني الذي حكم من 721 إلى 705 قبل الميلاد. وزن الثور المجنح يبلغ 10 أطنان وطوله 3 أمتار، لكن هذا الاكتشاف بحسب مختصين بالآثار ليس جديدا، وهو استظهار للثور، إنما الاكتشاف كان في 90s وقد دفن الثور في مكانه على أمل أن توضع خطة للتنقيب بشكل كامل واستظهار القصر الآشوري هناك. بعد ما أنه نعرف بالتسعينات رأس الثور المجنح انباقت وهم انمسكوا رأس الثور المجنح حسب بغداد متحف بغداد، أما الباقي كنا نعرف هو موجود هنا، أما ما كنا نعرف شنو حالة الثور المجنح، فجينا هنا حتى ندرس الموقع ونشوف شنو حالة الثور المجنح. تعمل في الموصل عدة بعثات أجنبية على التنقيب في مواقع أثرية، منها مدينة نينوى الأثرية وتل التوبة أو ما يعرف بتل النبي يونس، حيث اكتشفت بعثة التنقيب هناك ثوران آشوريان تحت التل. احنا لازلنا في طور التنقيبات الأثرية بالاشتراك مع بعثات الأجنبية، لدينا اكتشافات بشكل شبه يومي تقريبا، وستعود محافظة نينوى بشكل عام قبلة للسياح من كافة أنحاء العالم الذين ينوون زيارة المواقع الأثرية. خسرت نينوى بسبب احتلال داعش لها مئات المواقع الأثرية والتراثية، ونهبت أعداد غير معروفة من القطع الأثرية سواء كانت من المواقع أو من المتحف. وتحظى آثار نينوى اليوم باهتمام دولي، حيث تعمل مجموعة من البعثات الأجنبية على استكشاف وإعادة تأهيل العديد من المواقع الأثرية. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.